مشاهدينا الأكارم، يسعدني أن أرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامج قالة الصحف، والذي يلقاكم لتصفح أهم العناوين التي جابت اليوميات والجرائد المغاربية، ونستهلها بالصحف الجزائرية ومع جريدة البلاد التي اختارت احتفالات والمناسبات وما يترتب عنها، حيث نشرت تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي ذكر أن احتفال الجزائريين بالمولد نابع من حبهم للرسول الكريم، فيما نقرأ عنوان نقيض خصصت له الجريدة تقريبا كامل الصفحة، يقول: حرب على الخمور قبيل احتفالات الريفيون، ونحن نتساءل حب من دفعهم إلى هذه الاحتفالات الماجنة. التقشف يمس الجمعيات، حيث يذكر عنوان آخر أن الحكومة تلجأ إلى تقليص نشاط أزيد من 2000 جمعية، وعنوان آخر في نفس السياق يذكر تبعات الانخفاض المتواصل لأسعار البترول، يقول: أسعار النفط تغتال قانون المالية قبل اعتماده. مجموعة 19 تطلب وساطة الإبراهيمي للقاء بوتفليقة، عنوان آخر دونته البلاد، مؤكدة أن اجتماع المجموعة سيتم اليوم ويكون شبح الجنرال توفيق حاضرا بهذا الاجتماع. الخبر الآن ركزت على زيارة وزيرة العدل الفرنسية كريستين توبيرا إلى الجزائر، وهي تحمل ملف الرهبان المغتالين في تبحرين سنة 96، وعنوان عريض يقول: فرنسا تضغط على الجزائر برهبان تبحرين. الخبر حاورت الخبير الجزائري حسن عبيدي رئيس مركز دراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط، والذي يوضح أن بعبعاء النظام وداعش خطر على الجزائر، مضيفا أن تسييس محاكمة ضباط الدي ار اس خطر على المؤسسة الأمنية. عنوان آخر يعكس تصريحات وزير الشؤون الدينية حول هؤلاء الذين يشنون حملة ضد مقاطعة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، ويقول أنها لن تجد نفعا مع الجزائريين. ونحن نسأل محمد عيسى: هل هذه تشجيعات تصب في المحارق أم في طبق الشخشوخة؟ آخر ساعة اهتمت بالتحقيقات التي تشنها المحكمة الجزائرية حول مكتسبات عائلة رئيسة حزب العمال والرأس المدبر لمجموعة 19 لويزا حنون، والتي ستزور مسقط رأسها عنابة الجمعة المقبل. تقول عبر عنوان أن عائلة حنون ترحب بالتحقيقات القضائية وتطالب بتعميمها، مشيرة إلى البرلمان بهاء الدين طليبة الذي هاجمته لويزا حنون عبر قنوات فضائية، متهمة إياه بالفساد والكسب المشبوه. آخر ساعة كذلك تثير موضوع غلاء المواد المطلوبة في احتفالات المولد النبوي الشريف، وتقول أن التجار استغلوا المناسبة ورفعوا سعر الدجاج والخروف بالأسواق المحلية. وكذلك تختم نفس الجريدة أي آخر ساعة بخبر مأساوي، ألا وهو إرهاب الطرقات الذي يحصد سنويا 4000 جزائري، وهذا حسب حصيلة مديرية الأمن. لسوارد الجيرية الناطقة بالفرنسية ركزت على الأزمة الاقتصادية وقضية انخفاض أسعار البترول المستمرة، وتقول: خطر على المالية الجزائرية، كما حاورت رئيس الـRCD محسن بالعباس، والذي صرح بدوره عبر عنوان عريض أن صراع الأجنحة يعتبر المشكل وليس الحل، في إشارة لما يحدث في الساحة السياسية من إقصاء وسجن الجنرالات ورسالة الجنرال توفيق. لديبا ناطقة بالفرنسية الأخرى جاءت متنوعة كالعادة، فقد اهتمت باحتفالات المولد وتحذر من خطر المفرقعات، كما عرجت على زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية عبر عنوان مستفز حول التحقيق في قضية اغتيال رهبان تبحرين، وتقول: باريس تريد حلا عاجلا. كما فتحت ملف أو قضية إضراب أساتذة الجامعات، وتقول: اجتماع آخر منعطف، في إشارة لاجتماع الوزارة بالمضربين مع الأساتذة في الحسم في مطالبهم التي تعد معظمها اجتماعية. وعادت إلى تصريحات القائد صالح لديبا كذلك رئيس القوات الذي حث على ضرورة التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وعبر مقال لسعد تافركا
تتساءل ليديفا عن مستقبل المؤسسات العمومية التي ستخضع للمادة 66 من قانون المالية الجديد، والذي أخذ أخذت مكانه المادة 62 من نفس القانون بعد المصادقة عليه. وتقول عبر عنوان شروط الانطلاقة الجديدة: ولمناقشة أهم هذه العناوين وأبرزها ينضم إلي في الأستوديو زميلي جمال الدين بن شنوف. بعد الترحيب بك سي جمال، أهم موضوع ربما اليوم هو زيارة وزيرة العدل الفرنسية إلى الجزائر. عناوين كثيرة تقول أن فرنسا تضغط على الجزائر وتريد حلا سريعا. يعني ما معنى الحل السريع؟ الجزائر قالت فيما مضى، قالت لي القاضي الفرنسي الذي زار الجزائر، فتحت له القبور، رأى الجماجم، يعني ما خلتوش يدي العينات لفرنسا، خلاص غلقت الموضوع. قال هذو الرهبان قتلتهم الجية، أبقوا على خير. الآن علاش فتحوا الموضوع من جديد؟ لماذا؟ أنا بالنسبة لي أنا يعني كما نشوف هذاك، هذا منعرج خطير جدا، سيتان تغنى. وللأسف الشديد أنا مانيش فاهم على يعني الصحافة يعني ما تعالجوش بالنسبة اللي يستاهلها. لا حتى لحد اليوم الدولة الفرنسية عمرها ما قلقت النظام الجزائري في هذه الأمور، بالعكس الشديد كانت تعاون في النظام الجزائري يغم هذه القضايا. كان حتى لما مثلا جوج تريفيدي راح للجزائر مؤخرا وزعم حللوا القبور، أولا ما خلوهش يشوف كل الشهود اللي كان حاب يشوفهم، لا جوستيس فرونسيز ما قالت حتى كلمه. ثانيه لما هذوك لي زيشانتيون باش يجيب من فرنسا يديروا لي زيكسبرتيز، قالوا ما كاش ما تاخذ عينه ما تاخذ. ثم عرفوا باللي لو كان يروحوا هاد العينات لفرنسا يعرفوا باللي هاد الناس ما قتلهمش جيا قتلتهم. كاين ناس راهم يقرنوا هذا القضيه، هذا الضغط الفرنسي، يقرنوها بقضيه الجنرال توفيق ورساله الجنرال توفيق. هاني جايك هاني جايك لهذه هنا. كانت فرنسا ما هضرتش، خلاص ما قالش كيف ما تخليوش القاضي نتاعي انا جوج تريفيديك يجيب العينات لفرنسا. لماذا اذا راكم خايفين لهالدرجه؟ ما راكم خايفين على روحكم، ما لا كاينه حاجه من وراء هذا الشيء. ما قالت والو. واليوم كي وقعت حرب العصابات بين عصابه توفيق وعصابه سعيد، لا غير لارفي من تحت لتحت، لي ميسيل سوتيران على كل حال. درك فرنسا كي اللي ضربوا لها الصفاره بين عشية وضحاها، خرجت الوزيرة المينيستر دو لا جوستيس كي بارل ماتنون، يعني جي للجزائر وجي لازم نعرفوا الحقيقة. وكيف ما نعرفوش الحقيقة؟ بون صباح الخير صباح الخير. هاد الناس هذم عندهم عشرات السنين دي ديسيني، وناس اللي يضربوا على حقوق الإنسان قاعدين يقولوا ما كانش غير الرهبان، ما كانش غير الموان دو تبحيرين، كاين 250 ألف جزائري لليوم احنا عندنا تقريب. يعني الان الدوله الجزائريه عندها قالت انه شوي داكور، يعني بس يقولوا انه يعني هي قالك مبدئيا رحنا موافقين قضيه اعاده فتح ايش يعني مبدئيا؟ هل مبدئيا صفدير ما مش حابين يحرقوا توت لي كارتوش؟ وش معناتها؟ معناتها قاعدين يبعثوا كارتوش بلون كما نقولوا احنا، كارتوش بلع، نضربوا التوفيق بكارتوش بلع، ما نضربوش ابال ريال. سمها شويه سي محمد، هاك فهمت الميساج؟ اذا تعدل روحك تسقم روحك هنا نديرو كيما بكري. بصح كون يفتحوا هذا سامعني يا فؤاد، ما نجبدوش القضيه اذا تدخل في الصف وتبلع فمك خلاص. بصح اذا تحوس تفهم، اما لا احنا ما عندناش مانع باش فرنسا تخرج. يعني هو كان مسؤول، شكون اللي من وراها؟ شكون اللي من وراها قتل الرهبانيين؟ دي ار اس. يعني هو اللي كان مسؤول الاول، المسؤول الاول هو. اذا هاد لافير تطرح بصفة يعني عادلة وموضوعية وكاملة، توفيق يلقى روحه في التيبي، يلقى روحه في وما يلقاش روحه غير في ليموان. راح هذه أرنب تنوض حلوف حاجاكم. بصح هذه راح تضرب كلش. راح تضرب قانون المصالحة الوطنية اللي جرم قضية إعادة فتح الملفات. الآن كي تفتح ملف تي بحرين لازم تفتح ملف ضحايا الإرهاب والمختطفين، يعني الملفات هذه كلهم يعودوا يطلعوا للسطح ويطلعوا للواجهة. وعلاش لا؟ هي قضية المصالحة الوطنية باش نذكروا الناس.
هي دارها بوتفليقة في العهد الثانية لما قرب لي ما يخليوهاش يفوت في العهد الثانية. قال له أبا أنت تحوس علينا تحوس على رسالنا ما لا ما تفوتش في العهد الثانية. الثم بدا يوجد الهم في هذه المصالحة، خلى روحه باللي هو اللي تي انديسبونسابل. قال لما تلقاوش خير مني أنا باش نخلي أنا الشعب هذا موش يسمح لكم، تقريبا يجي يطلب منكم سماح فو لي زاجون اونورابل دو ليتا. تسمى دارها بوتفليقة شغل رغم عنه، ولكن هذا الشيء ما كانش يمنع بوتفليقة انه كون دواسة عليهم ملفات غليظة جدا. اليوم بوتفليقة مش حاضر باش نتفاهموا مليح، سيبلي بوتفليقة كي بار بوتفليقة مسكين ديكونيكتي تنحات ولا بريز خلاص. بصح الناس اللي يتكلموا باسمهم دايرين وفساد وراهم في حرب عصابات، اليوم قاعدين يستعملوا في هذه الامور هذه باش يكملوا مع هاد لي زونسيان كلون ديفينيتيفمون. لي كلون اللي خرجوا جدد اليوم جماعه علي حداد وجماعه هاد الجنرالات اللي مساندين سعيد بوتفليقه تاع لو كوموندمون، راهم 70 جنرال تقريبا. حبوا يكملوا من هذا لانسيان فورس لانسيان جنت لانسيان اوليغارشي ميليتير اللي على راسها توفيق وجماعته، حبوا يكملوا معاها ديفينيتيفمون. اللغز الوحيد اللي باقي هو انه واحد من هاد الجمايع الربايع اللي عندهم الدم في يديهم واحد منهم راهو مع الكرون بريزيدونسيال طرطاك. هذا لغز سينينيغم اون اريف با انكور ا كومبروندر تري بيان ليكواسيون، مي il n'empêche pas que en ce moment الخرجه تاع توبيرا، باش نرجعوا للموضوع اللي جبتو انت، الخرجه تاع توبيرا الوبيا ناجندا دو لا لوت دي كلان في بعضهم البعض، وهذه هي الضربه القاضيه للتوفيق يسكت ما يجيش يتحرك تماما. هنا وزير العدل تاعنا خرج بخرجه مؤخره يقول لك كاين ثمن جزائريين في غوانتانامو، الجزائر تتحرك الان لاستعادتهم. احنا عندنا سجناء العراق ما زال ما تحركوش، يعني التحركات الدبلوماسيه توقفت لاستعادتهم، وكاين قضيه غوانتانامو الجزائري كاين في الناس في عين مقل راهم في شكون يتكلم عليهم هذو الناس يعني. صح حقيقه لا يفون دي سينما يفون دي سينما زعما هكاك يتحرك هكاك، حقيقه هذو الناس لازم نتعاطفوا معاهم هذو اللي راهم في غوانتانامو بارسي دي الجيريان افون تو. ما دار واش دار، احنا لازم نتعاطفوا معاهم ونكونوا معاهم، ولا ربما مظلومين كيما مظلومين البعض الاخرين اللي راهم اليوم في الحبس. نعطيك مثال بسيط، ولو الناس ما يتشبهوش لبعضهم البعض، نعطيك ثلاث اسامي. جمال العسكري اللي في القضيه تاع الايروبورت تاع دار البيضاء، تفجير مطار والبومدي مطار دار البيضاء دار البيضاء. هذا جمال العسكري مظلوم، الناس كل تقول بلي مظلوم، الناس كل مدير بلي سي لا فيكتيم دان كومبلو، ولا راهو في 23 ل 24 سنه وفي الحبس رشاوه على خاطر شي باباه مجاهد كبير معروف ضابط سامي في الثوره الجزائريه، واحد من قياد الثوره الجزائريه، وكان ما يتفاهمش مع هذا الارمي فرونساز هذا اللي ضاف هذا. مالا جا ولده في الطريق كسروه طردقوه، وقت تشوف لليوم يعني جونس اترافير سون فيس، وباباه مات ربي يرحمه مات من شي واحد ما على باله به، واليوم ولده راشي في الحبس ما كانش اللي يهضر عليه، ما كانش اللي يهضر عليه. لا الاخر حسن بوراس، حسن بوراس يعني انسان معروف صحفي خدم معنا احنا مع المغاربيه، هذه لربما كانت من حاجه من اللي سيبلاته يعني كان ضيف مع المغاربيه، كان يتدخل من الحين كان ضيف وكان ثاني مراسل حين فحين ستيان بيجيست يخدم معنا ساعه ساعه كيما هك، وكان ثاني ستيان ميليتون دي دروا دو لوم مناضل لحقوق الانسان، وانسان يدافع على كل المظلومين، وانسان داروا له ركبوا له ميكيدا يعني واحد القضيه شغل هو بن لادن دو شغل هو اللي دار زنزله الصنم. لا هم راشي في الحبس ما كانش اللي يهضر عليه لانديفيرونس لا بلي توتال. الاخر جنرال حسن حسين بن حديد، يعني هما داوهم يعني تقريبا في نفس اليوم كي حسن بوراس كي حسين بن حديد. حسين بن حديد لازم نهضروا عليه، هو يعني اصلا يعني سر اعتقاله هو انه تكلم في المغاربيه صافي بارتي دو لا ميم استراتيجي. فالي هما قريب يخرجوا المشروع هذا تاع الدستور، قال لك يفو نوتراليزي باسيفي لا سين بيبليك، لازم نسكتوا ما كانش واحد صوته يطلع، لازم الناس كل اللي تتحرك هذا الناس اللي يهضروا نكلموهم باش نجموا نخرجوا المشروع هذا، والناس كل تكون على غوشي لو ميساج يعرفوا باللي اللي يتحرك ندخلوا للحبس نديروا له وافير. دونك سا سيرفي سا بروسيدي دو سيت ديمارش. مي حسين بن حديد علاه ندافعوا عليه كيما ندافعوا على خاوتنا الاخرين؟ لماذا؟ خاطر راكشي كان وما كان جنرال حتى هو في وقت العشريه السوداء ولا العشريه الحمراء نسميوها كيما نحبوا،
بسحجال يعني المغاربيه استفاقه ضمير يعني نوزا في كونفيونس وهضر الى باغلي الى ليفري دي سوكري تري لو قال باللي الجيش هذا الجيش الكوموندمون هذا في وقت العشريه هذيك كانوا يخدموا مع الامارات الجيه كان فلان سمى امير من جيه كان تحت لو كوموندمون دي جينيرال الله اعلم شكون اللي سمى جينيرال كانت يخدم معاه ولا ربما هذاك الجينيرال اللي كان يبعث ويقتل الناس ويذبح الناس ثم هما يبعثوا التلفزيون تاعهم يروحوا يفيلميو ها لي جيسلاميست واش داروا لي جيهاديست اكسترا الى دوني ان انفورماسيون تري لورد وما قالش غير هذه حذرنا ثاني على سعيد بوتفليقه قال لك سعيد بوتفليقه ها واش قاعد يدير ها وراه رايح اتونسيون فو فيغ غاف الى 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 اون رياكسيون سيتويان وفي المغاربيه وحنا لازم ما ننساوهش ونبقاو ندافعوا عليه كيما ندافعوا على الاخرين وراه قاعدين يرشيو فيه في الحبس نون سولمون بوغ لو بونيغ مي اوسي بوغ انفوايي ان افيرتيسمون لكل الاحرار ولا لكل الناس اللي يخدم لهم الضمير نتاعهم ويقولوا احنا كنا غالطين وكنا في طريق غلط ولازم نرجعوا للشعب نتاعنا ونساندوا الشعب نتاعنا وما نخليوش البلاد تاعنا يقتلوها لازم نوضوا درك سينون سي جامي سي تا ميساج كي زيسي دونفوي اوز اوتر دونك حنا كاس كون في هذا الميساج كي زونفوي اوز اوتر حنا نوقفوا مع الناس المظلومين هذم ونقولوا راهم مظلومين بوان بار بارك الله فيك سي جمال بن شنوف على هذه على قبول الدعوة أولا نذهب بكم الآن مشاهدي الأفاضل إلى الصحف التونسية معنا غفران الحسيني من هناك أهلا بك غفران اهلا زميلي عادل تحيه اليك والى كافه الساده المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافه التونسيه الصادره اليوم بصحيفه التونسيه التي لا زالت تداعيات الازمه داخل نداء تونس او انشقاق محسن مرزوق عن الحزب تلقي بظلالها على ابرز العناوين مرزوق والسبسيان نداءان لا يلتقيان هكذا تساءلت التونسية. وكتبت الصحيفة أن ما ورد في اجتماع الحمامات ليومي السبت والأحد الفارتين لم يكن مفاجئا لمتتبعي أزمة النداء والمواجهة الواضحة بين تيارين لا يمكن لهم التعايش في نداء واحد على الأقل إلى حد هذه اللحظة. فمحسن مرزوق وبقية المساندين له أعلنوا رسميا القطيعة مع الشق الآخر الذي يقود حافظ قائد السبسي هذا الأخير مع أنصاره ماضون بدورهم إلى مؤتمرهم في أقرب بالأجال. وتساءلت التونسية لماذا كان بيان الحمامات غامضا في دباجته مفتوحا على تأويلات شتى إذ أكد من جهة القطيعة ومن جهة أخرى لم يعلن بوضوح عن تأسيس حزب جديد مع أن المعنى يتخفى بين السطور إضافة إلى دلالة ما ورد في البيان الختامي نحن إطارات نداء تونس كجملة أولى ثم كأعلان أول الانفصال التام عن كل المكونات والهياكل المؤسسة عن الأزمة الحالية. نتحول بدورنا إلى صحيفة الشروق والتي هي كذلك كان من أبرز عناوينها الأزمة داخل نداء تونس هل أصبح نداء تونس داء تونس هكذا تساءلت الشروق وكتبت أن ولادة قيصرية لمولود أكبر من حجمه لا نظن أن أحدا من الندائيين قرأ حسابا لهذه العلة الخلقية فالحزب لم يتطور تطورا طبيعيا في الرحم بل وجد نفسه ينمو ويتضخم بخليط عجيب امتزج فيه الدستوري بالتجمع واليساري والنقابي بالمستقل وكان لابد له من مولود أن يرى النور قبل الأوان وأن يحرق مراحل الولادة والرضاعة والطفولة وحتى الشباب ثم يخوض الانتخابات مع الذين تمرسوا بها وأبيض شعر رؤوسهم في خوضها. وكتبت الصحيفة أن هناك مزايا للانقسام لا يمكن حصرها في انقسام هيكلي فحزب كنداء تونس كان منذ مدة في حالة وفاة سريرية ولولا علاقته القانونية بالحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب لتم نزع أجهزته وإعلان وفاته. كذلك صحيفة الصباح في عنوان بارز الشرخ يتعمق أو الشرخ يتعمق داخل نداء تونس كتبت الصحيفة أن في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها أزمة النداء أعلن أمس أكثر من 21 نائبا عن استقالتهم من الحزب في انتظار انطلاق مسار تأسيسي يومي 9 و10 من جانفي. وكتبت الصحيفة أنه في ظل تضارب التصريحات قال أمس مصطفى بن أحمد الناطق الرسمي باسم مجموعة 32 أن النواب لم ينسحبوا من حركة النداء وإنما وقع انفصال عن الهياكل غير الشرعية مثل الهيئة التأسيسية ولجنة 13. وكتبت الصحيفة أن هناك خيارا ثالثا يتعلق بوجود من يبحث عن توافقات جديدة.
ختاما صحيفة المغرب تطرقت إلى التحوير الوزاري المرتقب قناعات رئيس الحكومة أم مقترحات الائتلاف الحاكم. كتبت الصحيفة أن الحبيب الصيد منذ السبت قام بمشاورات حول التحوير الوزاري المرتقب مع كل من حركة النهضة وأفاق تونس والاتحاد الوطني الحر باستثناء حركة نداء تونس. وحسب ما أكدته مصادر من النداء للمغرب فإنه من المنتظر أن يلتقي الحبيب الصيد في مقر الحزب مجموعة من قيادات النداء في غضون الأيام القادمة. وطرحت الصحيفة أن النداء تونس كيف يمكن له أن يعبر عن موقفه على غرار الأزمة التي يعيشها، إضافة إلى أن النهضة بين خيارين، إما التخفيف من بعض كتابات الدولة وإما تقسيم بعض الوزارات، فضلا عن أفاق تونس الذي ينتظر التحوير باعتباره فرصة مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات في الحكومة. هذا تقريبا زميلي عادل أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. شكرا جزيلا غفران الحسيني مراسل قناة المغاربية من تونس، وفي انتظار ربط الاتصال بمراسل القناة في المغرب نبيل عبد اللوي. أريد أن أوضح برك جمال، يعني على بوراس ما كاش مراسل تاع القناة، كان متعاطف مع القناة، كان يبعث لنا صح فيديوهات، كان يقوم ببعض الامور للقناة، لكن ما كانش مراسل. ايه والله قلت لي درك في وقت هكذا كنت نظن باللي يخدم على بي جي طون زون طون، سي تري بيان دو فير لا ميزو بوان. لا هو ما كانش مراسل، لكن كان متعاطف مع القناة. يعني مهما كان هو لازم نحيوه بالمناسبة، يعني نساندوه ان شاء الله. بارك الله فيك. الان تحقق الاتصال بمراسل قناة المغربية بالمغرب نبيل عبد اللوي. اهلا بك سي نبيل. مرحبا بك زميلي عادل وبضيفك الكريم وجميع السادة المشاهدين. أبرز العناوين التي تصدرت الصحف المغربية الصادرة اليوم نستهلها بيومية الاتحاد التي تعنون الأطباء الداخليون والمقيمون بالمغرب يوقفون إضرابهم بعد 82 يوما من الإضراب. فقد قرر الأطباء الداخليون والمقيمون تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي بلغ يومه 82 تغليبا للصالح العام كما قالوا في بيان لهم، ولمصلحة المرضى والمواطنين وحفاظا على السلم الاجتماعي، بعدما تبين أن وزارة الصحة ومن خلالها حكومة عبد الإله بن كيلان مصرة على عدم التجاوب مع مطالبهم، والتي أكد مصدر من التنسيقية الوطنية للأطباء أنها أبانت عن عجز تدبيري كبير لهذه الأزمة، وكرست من خلال ذميتها في التخلي ورفع اليد عن الصحة العمومية كما تكتب الصحيفة، والتي نقرأ فيها أيضا الحكومة تتأخر في الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتب الوطني للكهرباء، حيث يواصل المكتب الوطني للكهرباء تخبطه وسط تأخر الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في إطار البرنامج الذي أبرمته مع المكتب في سنة 2014 بهدف إنقاذه بعدما كان مشركا على الإفلاس، والذي حمل جزء أكبر من هذه المساهمة أو خطط الإنقاذ المستهلك عبر الزيادات المتتالية في أسعار الماء والكهرباء، وحتى حدود منتصف العام الحالي أي بعد 18 شهرا من انطلاق مخطط الإنقاذ لم تصرف الحكومة سوى 33% من الاعتماد المخصص للمكتب الوطني للماء والكهرباء. نتحول إلى يومية البيان التي أفردت في صدر صفحتها الأولى أعمال الشغب التي رافقت وواكبت ديربي 19 بين 119 عفوا بين الرجاء والوداد البيضاويين. التعادل يفجر أعمال الشغب في الديربي، حيث لم تحل استثنائية الإجراءات الأمنية التي نظمت في إطارها مباراة الديربي البيضاوي 119 الأحد الماضي بالدار البيضاء دون وقوع انفلات أمني. انطلق من المدرجات وتوصل خارج الملعب متجسدا في أعمال شغب وخسائر مادية أصيب خلالها 12 شرطيا تتفاوت إصابتهم بين متوسطة وخطيرة، بالإضافة إلى إيقاف 400 مشجع. في ذات اليومية دائما صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع المديونية ونسبة البطالة بالمغرب. فقد حذر صندوق النقد الدولي للمغرب أمس من تداعيات المديونية الثقيلة، كما نبه إلى معضلة البطالة بين فئات الشباب المغربي، ودقت هذه المؤسسة المالية الدولية في مذكرة صدرت عقب انعقاد مجلسها التنفيذي ناقوس الخطر بشأنها شاشة قطاع السياحة والصناعة التقليدية. ونختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية النهار المغربية التي عنونت تعليميا عزيمان تأهيل المدرسة يتطلب القطع والاستفاض الأيديولوجية والسياسية.
حيث قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان أن الإسهام في إعادة تأهيل المدرسة لن يتأتى دون القطع مع الاستفافات الإيديولوجية والسياسية ومع الدغمائية كما سماها والتعصب والأحكام الجائزة. وأخيرا تقرير أمريكي يصف المغرب بلدا آمنا للسياح. وقد اعتبر تقرير المكتب الاستشاري للأمن الخارجي التابع للحكومة الأمريكية المغرب من بين أكثر الدول أمنا، كونه يعرف استقرارا سياسيا وأمنيا ومجتمعيا يجعله في منأى كما قال عن أي فوضى قد تؤثر على أمن وسلامة السياح الأجانب الذين يحلون بالمغرب لقضاء عطلتهم. هذا إجمالا زميل عادل أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. نبيل عبد اللوي مراسل القناة المغربية من المغرب، نشكرك جزيل الشكر ونعتذر لكم مشاهدي الأفاضل لإلغاء ركن الكاريكاتير لضيق الوقت. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.